هون المفروض ياخذونه من المطار من المطار يودونه للطب العدلي يشرحونه الشهيد يشرح وين اكو شهيد يشرح؟ ماكو شهيد يشرح عندنا شهيد حتى ما ينغسل غسل ما ينقسل. لان هو شهيد بعد زين لقيناه مشرحينه هو لازم يروح للمطار مطار م... يا ليش ما تودون المطار؟ شلون ناخذ حقوق احنا؟ قال لا الوحده هي تكفل الموضوع الموضوع ماله، هذا الموضوع ماله شلون بوي... انا باكر احركض وراك انا لوحدتك، باكر تنكرني انت باكر تنقل انت عسكري، هذا ظالم بكان واحد انت يومي على مود الطلقه ولا نطلعها وين لقيتوا السالفه؟ يعني مصوب هو هو مضروب طلقه وياك بالقضيه مالتك انت بالمداهمات وهذا انسان ارهابي قاتل سابقا جماعه وجايب هذا المكان ماجر بيت ملاحقه الدوله فهذا الامر صار بعد ال واحنا بعدنا هم عندنا اجراءات ثانيه نلحق عشائريا اجراءات ثانيه بعد وراه اليوم هسه احنا الدوله بعد هي جت الدوله مشتركه عندهم القاء القبض على هذا الشخص ومطارد من قبل الدوله فمن دخلت الدوله هو قابل الدوله بالسلاح عتاد خفيف ورمان وجايب جريكانات مع الغاز بنزين ما ادري شنو الحاصل صار اللي صار فهاي الدوله احنا نطالب الدوله ان شويه تشد من عزم على هذه الناس الارهابيه وعن هذول المخدرات وتخلصنا من هاي المشاكل هاي شغلات هاي الشغلات انتشرت